دابا نمشيو للمشكل ديال 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 اغلب مشاكل الرئه اللي بغات تكون الضيقه المرضيه اللي بغى يكون حتى الكونسير الدريه. الو قلنا تداوي الاعشاب الطبيه العربيه الاسلاميه العشبه رقم واحد هي الزعتر، والزعتر لوريغون سي ان اكسيتون سيكسويال ما نساوهاش، لا فارماكوبيا اوكسيدونتال راه مهم لا هو ولا السالميه راه جوج عشبات مهمين في القوه الجنسيه عاد تداوي الاعشاب ديال النصارى. الور تداوي الاعشاب الطبيه المغربيه والمعرفه الشعبيه قلنا العشبه رقم واحد هي مريوت لو ماريوب. الور اش قلنا؟ الزعتر لوريغون اي لو ماريوب الزعتر ومريوت. لا فارماكوبيا اوكسيدونتال العشبه رقم واحد سي لا مارجولين اللي قلنا هي شنو هي؟ هي مرض الدوش. دونك حنا ديجا قلنا ثلاثه. لا فارماكوبيا اوستراليان العشبه رقم واحد قلنا هي لوكاليبتوس. قلنا الطون ديال لي ميديكامون مصاوبين في فارماسي اباز دو كاليبتوس لي سيرو اكسيتيرا لي زونفون تروفيريز اونتر اوتر. الدنيا كلها اتفقت بلي العشبه رقم جوج هي خزامه، وكاينه واحد لا سوكسيدون دو لا لافوند واحد النوع ديال الخزامه تيتسمى القحيله موجود دابا تاعت قتله للسعال والصدر ومشاكل الصدر وكل شيء. دونك الا ما لقاوش بلا ما يصدعوا راسهم خزامه، الحلحال راه نوع خزامه، الجعده راه نوع خزامه، كلهم صالحين. والجعده راه الرحمه للصدر ومشاكل الصدر الرحمه. الو خاصنا ان برونكو ديلاتاتور، خاصنا نزيدوا هذه الوصفه شي حاجه اللي تحل لنا الشعاب وتخلي الاكسجين يدخل للريه. عندنا لامي فيزناكا هو هي البشنيخه. البشنيخه راه دقه بطله النخاسي والوجع والمعده ومشاكل المعده ومقوي جنسي وراه هضرنا عليها هذاك. الور البشنيخه تتحل لنا الشعاب وتخلي الاكسجين يدخل. دونك هذه الوصفه سهله بسيطه ما حساك لزدنا هذاك زدنا الحوايج اللي كنا هضرنا في الوصفه دابا ديال القوه الجنسيه شنو هو؟ زريعه الكرابس غايه الملدقه او مشاكل ديال الصدر وكل شيء. الخدنجال بوحدو تيسخن وقوه جنسيه وكل شيء واختصاص للصدر. اون ديفوا لا تركيبه رباعيه. الخدنجال الكبار سكينجبير هادو كلهم للصدر رحمه. دونك ايماجينوز خدينا هاد ودخلناه في الوصفه الرباعيه والله خصي تدقه بطله. وحنا تهنينا مشاكل الصدر اغلبيه مشاكل الصدر. جبدنا دابا الضيقه هاد السيده اللي سولتني كلتو الزيتون خزنوا العظومه هذوك العظومه زيدوا عليهم شويه ديال البشنيخه لوحهم في مجمر غير يطلع الدخان لاكريس توقف او النوبات توقف سور لو شون. دونك ما عندناش الوقت هاد لاكريس جات اش خاصنا نديرو؟ نبقاو نتفرجوا فرع ديال الثومه عطيوه للدري او الدريه او اللي فيه اللي عنده لازم ضيق تنفسه ولا موقف غير يعض في الثومه به فيه يدخل الاكسجين سور لو شون به فيه. وصفه ممتازه عطيناها شحال من خطره هذه هي الوقيته ديالها الرحمه اللي عندكم انتم القبض اللي عندها الغاز اللي عندها الكرش ها وصفه سهله اون ميم طون سمعي اش قلنا والتيني والزيتون راه ما تعطاش فابور في القران والتين التين بوحدو دواء غايه يعني شريحه كامله وغذائك متكامل والزيتون بوحدو ما لا تجمعوا راه وصفه سبيسيال بوحدها. الور قلنا الشريحه وزيت الزيتون والثومه نبخروا واحد نص كيلو الشريحه والثومه نقشروا الثومه نطحنوا لو تو نزيدوا عليه نص لتر الزيت البلديه نعطيوه على نار هادئه تتبخر الرطوبه بقى المسحوق ولا المعجون نعمر القراعي حط في الثلاجه معلقه صغيره قبل الفطور الغداء العشاء النعاس الهضره بوحدها استعملوها وتشوفوا تحسوا بها في البلاصه فعاله ممنوع القبطة ممنوع كاع الطفيليات اللي كاين في المعده وداك الشيء كامل الثومه راه اش قلنا في الثومه اختي قلنا 100 خطره جهد تقرير ديال لي زيتازوني ماشي ديالنا حنا تقرير 100 فوا بلي بيسون كو لونتيبيوتيك لو بلي بيسون هنا البصل والثوم اولويات الطعام اللي خصها تكون حاضره الخضار المعجزه او الاعشاب المعجزه سور لو شون بلا ما يخمم لواحد البصله والثومه راهم رحمه. طيب